عيني تبوح بموكب من أمنيات ورؤايا تسكب في يدي وهج الحياة يا رب أنت وهبتني حلو الهبات ساحوك آمالي ذرا بيد وذات يا همسة في الروح يا بروح البنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي المتميزات أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكن وبكم. من طبيعة الفتاة أنها تحب التميز، فهي تحب أن يكون تصميم فستانها منفردا ليس له مثيل. تتضايق كثيرا لو شاهدت حقيبة تشبه حقيبتها في حفلة أو سهرة، بل وتبحث عن التميز في شكلها وفي مقتنياتها. ولكن هل هذا هو التميز الذي يستحق أن تعيش له الفتاة؟ ألف لا، فالحياة أغلى من ذلك بكثير. للتميز سبعة أسرار سنبثها الليلة بإذن الله، للتميز مصادر سنحددها إن شاء الله، للتميز عشر خطوات لابد من السير على أثرها خطوة خطوة لنصل إلى تلك الرياض الزاهرة ونتسلق تلك القمم الشامخة. وإذا كان للتميز شقيق فهو الإبداع، فأين أنت من هذه الجزيرة الثرية المبهرة؟ وله بصمة خاصة، أنت لك بصمة خاصة هي هويتك الجنسية. نعم، أنك أنثى رقيقة، أهدافك وأعمالك ووظائفك كلها لابد أن تنسجم مع تلك الهوية التي لا تنفك عنها أبدا، وإلا فقدت المرأة تميزها. فأي تميز إذا ترجلت المرأة أو بالتقليعات الشيطانية تشوهت أو بالتبعية للشرق والغرب تلوثت؟ أنت إذا بقيت شامة من شامات الإسلام العظيم وجوهرة نفيسة في عقده النظيم، ولك أجمل التحايا من هذا البوح البناتي المتدفق بتميزك عبر سنواته الخمس الظليلة. بوح البنات يا همسة في الروح يا بوح البنات. النسخ المكررة تطاردنا في هذا العالم، أصبح من النادر أن تجدي روحا مختلفة تبث عبقا جديدا ولها لون براق لم يبصر من قبل. كوني أنت يا صديقة، لا تتبعي مسارا لا يشبهك، تميزي بفكرك الراقي بآرائك التي تصنعك، أفصحي عن مكنونك وإن كان مختلفاً عن الآخرين، امضي نحو التربة التي تحسنين الزراعة بها. أتعلمين إن الذين ابتكروا الاختراعات الصغيرة ووصلوا ما هم إلا أشخاص واثقون بقدراتهم، فتحوا الباب للأفكار التي تطرق عقولهم، آمنوا بأنفسهم وأدركوا أن لكل شخص طريقته. علينا أن نتقبل أفكارنا مهما اختلفت وألا نخجل من قولها، فلربما هي صدقا من تصنعنا. افتحي قفص أفكارك للحياة، دعيها تحلق نحو النور، تميزي وكوني أنت وثقي بقدراتك. يا همسة في الروح يا بروح البنات. مرحبا بكن بنات الكريمات مرة أخرى، وأهلا بكم جميعا يا من تتابعوننا. أقول إن ديننا هو دين التميز، اختاره الله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام، هذا التميز الذي في أساس الدين يجب أن تنطبع به طبائع جميع أولئك الذين يتبعونه رجالا ونساء. ومن طبيعة الإنسان أنه يحب أن يكون متميزا،
ولا شك أن الفتاة والمرأة تحب التميز أكثر بكثير أيضاً من قرينها الرجل، ولكن أين يكون هذا التميز؟ لا شك أننا ونحن نتحدث عن هذه القضية فيجب أن نبحث عن أسرارها ونبحث عن الخطوات التي تؤدي إليها. ومن أجل أن نتعرف على تلك الأسرار فلا بد أولاً أن نعرف أن المتميزين والمتميزات في هذه الحياة هم الذين يصنعون الحياة. الحياة صناعة، كما أن الإبداع صناعة، كما أن السعادة أصلا صناعة، وكل ذلك بتقدير الله عز وجل. إذن إذا أردنا أن نصنع الحياة أو أن نسهم في صناعتها يجب أن نكون من أولئك المتميزين أصحاب الأداء العالي، كما قال أحد المختصين إن المتميزين الذين يؤثرون في الحياة هم أولئك الذين يستطيعون أن يؤدوا تلك المهارات التي يؤدونها والأعمال التي يقومون بها بتميز عال. ولعل ممن سبق إلى هذا المعنى الشيخ الملهم عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي تحدث بطريقة عجيبة جدا حينما قال: لقد حثنا ديننا الحنيف على الإخلاص في العمل والتميز به، حيث قال سبحانه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وهو ما يجب علينا أن نلتزم به. فعلى المرء دائما السعي للتميز في كل أمر من أمور حياته، في كل أمر من أمور حياته عليه أن يبحث عن هذا التميز وإتقان العمل وبذل الجهد دون رقيب وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وبذلك يضع قدمه على أولى درجات التميز ويزداد إيمانا بأهمية دوره في الحياة. كما أن التحلي بثقة كبيرة بالنفس يجعله يحقق درجات أعلى في الأداء ليصبح فردا متميزا. حقا نحن لسنا في حاجة إلى مزيد من النسخ المكررة، فهناك ملايين من الذين لا أثر لهم للأسف حتى على أنفسهم أيضا، فكيف يكون لهم أثر على من حولهم في بيوتهم أو في من حولهم؟ لقد التقيت بشباب واستمعت إلى فتيات يذكرن كيف أن الأسرة كلها متميزة، أسرة ستجد فيها أما رائعة تبث روعتها على من حولها من النساء من خلال عدد من المشروعات التي تقوم بها، وأب في قمة التميز جعل حياته كلها من أجل أن يخرج للأمة ولوطنه بل ولأسرته أولادا متميزين. من خلال مثل ذلك البيت نلتقي هذه الليلة مع الأستاذة المدربة والداعية الأستاذة نسرين الرديني. السلام عليكم أستاذة نسرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا دكتور. حياكم الله، حيا الله ضيوف الكريمات. يا مرحبا بك أستاذ نسرين. لا بد أيضا ونحن نعلم جميعا برغبة الفتاة في التميز أن للتميز أسرار، فما كيف ترين أسرار التميز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بداية لعلي كده أعرج على مفهوم التميز حتى يعني ننطلق منطلق واضح جدا. ما هو الأمر الذي نريد أن نتميز فيه كشخصية مسلمة، سواء كانت فتاة أو الابنة الأم الابن، أي كان من شخصيات المسلمة يريد أن يتميز، فما هو التميز حتى ننطلق من هذا المفهوم؟ التميز هو إبراز الشخصية أو بروز شخصية في عمل معين أو مهارة معينة على أقرانه. وقد قال البعض أنه أن يكون عنده قدرة على إنجاز نتائج غير مسبوقة سواء كان على أقرانه أو على الآخرين بالعموم. هنا تتضح معنى المفهوم أن التميز هذا أنه في مهارات معينة سواء كانت طريقة تفكير سواء كان مهارة يدوية أيا كانت، في إنجاز وغير مسبوق في مجال هذه الفتاة. هذا المفهوم. ثم السؤال الذي يليه عندما أريد أن أتميز، ما هو ضابط التميز؟ كثير من الفتيات تريد أن تتميز، تبحث عنها سواء كانت صاحبة فكر أو صاحبة همة أو تعاني فراغ، تبحث عن أي شيء يميزها. أحيانا تتجه إلى الصواب وأحيانا تتجه خطأ. لنساعد
فتياتنا وبنياتنا كيف تعرف التميز الصحيح من الخاطئ وتميز بينهم وتمايز بينهم. جميل. المنطلق والضابط الحقيقي في تمييز الشخصية المسلمة هي نظرة الإنسان المسلم للكون والحياة من خلال الشريعة. الشخصية المسلمة ميزها الله سبحانه وتعالى وأراد لها التميز. يعني لماذا هذه الحلقة وتتحدث عن التميز؟ وذكرتم أنتم في مقدمتكم لأن التميز مطلب شرعي حقيقة، والله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وجعله مميز، وزيادة جعل الأمة الإسلامية مميزة على غيرها، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأيضا يطلب الله سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، إن الله يحب إذا في الحديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. كل هذه دافعية للتميز وبدون رقي. المسلم بطبعه مميز في عقله وهمته وعمله بشرط أن يكون منطلق من المنهج الرباني الذي علمنا هو الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن والسنة. احترام أيضا التميز، لماذا الحديث عنه ولماذا نريد هذا التميز في المسلم؟ احترام قيمة الإنسان، أن يكون مستثمرا بما أنعم الله عليه من القدرات والإمكانات بدلا أن يكون شخصية هبل. وهذا أيضا يميز بين الفرق، هل أنا أتميز في مأكلي ومشربي وملبسي وأعمال تعتبر سطحية وتافهة، أو أنا أتميز في أشياء ذات قيمة؟ من يحدد هذه القيمة؟ نترك لمن؟ للمصمم الفلاني والمصمم الفلاني أو الشركات الغربية الأوروبية تأخذ بنا هنا وهناك، من الذي يحدد هذه القيمة؟ احترام قيمة الإنسان وضحت لنا من خلال الشريعة. أيضا طبيعة الحياة متطورة متجددة تحتاج منا إلى دائما عمل دؤوب وإبداع وتميز. فالتميز الشخصي أيضا للفتاة هو طريقها للنجاح بإذن الله تعالى في مناحي الحياة. فإذا نرجع هنا ونقول أن الضابط في التميز أن الإنسان الفتاة المسلمة تكون فتاة ربانية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الفتاة المتميزة متميزة بأخلاقها، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذه أيضا كل توجيه للتميز. التميز في الإنسان المسلم أيضا وشخصية الفتاة المتميزة أنها تبحث عن العلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليس لها فقط بل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، حتى تكون شخصية متعلمة في ذاتها معلمة لغيرها. إذن التميز هو مفهوم وله تطبيقات وله ما يدل عليه من هذه نعم الأعمال. وله ضوابط، وله ما هو ضابط التميز. طيب نعم. أستاذة الآن خلنا ننتقل إلى مصادر التميز، من أين نأخذ مصادر التميز؟ الحقيقة المصادر التميز أنا برأيي هي اثنين، ذاتية وخارجية، ما بين الدافع الداخلي وما بين الحوافز الخارجية. جميل. وإذا وجدت الحوافز أو عفوا الدافعية الذاتية من الداخل الفتاة هي أقوى تأثيرا من الحوافز الخارجية. بمعنى جميل. أن الفتاة إذا كانت قوية من الداخل ثقتها بنفسها وعوامل أخرى ممكن أذكرها قريبا، مهما وجدت من معوقات التميز الخارجية لن تعيقها بإذن الله. إذا معنى ذلك أن حتى في التعامل مع الفتاة وتربيتها للوصول بها إلى تميز حقيقي ينبغي أن نحرص على استثارة الدافع لديها أكثر من أن نملي عليها هذا التميز. نعم أحسن، لأنه حقيقة بعض الفتيات نحن نملي عليهم إملاءات معينة هي تعملها وربما تتميز بها لكن دون قناعة شخصية منها، وأحيانا لا بالعكس المؤثرات والحوافز الخارجية تدفع بالفتاة إلى التميز في أعلى مراتبه. جميل. فهو يعتمد على الفتاة بذاتها، دوافعها الذاتية، وأين حبها وإثارة التميز عندها الداخلية. جميل. فأذكر أن الدوافع الذاتية أن بعض الفتيات تمتلك حماسة قوية للعمل، عندها حماسة تبغى تعمل أي شيء، فهذه الحماسة هنا لابد أن تستثمر من الحوافز الخارجية، الأسرة، دور الأبوين، دور المدرسة، دور الأنظمة، المجتمع، هذه العوامل الخارجية تزيد من دافعية الفتيات. أيضا الرغبة في التحدي وغماء ودخول مغامرات وتحقيق أهداف
حتى وإن كانت صعبة. بعض الشخصيات الفتيات عندها قبول للتحدي ومستعدة تعمل أي شيء، فهذه عندها دوافع ذاتية لأنها تكون متميزة. لابد أيضا أن تستثمر، فالفتاة إذا وجدت من نفسها هذه الدوافع تعرف أنها هي إلى التميز أقرب. الرغبة هو التحدي، حب المغامرة. أيضا يكون كل هذا بقاعدة فوز وفوز، النجاح لي ولمن معي، ليس بما التميز يعني أن أخسر أخلاقي وأكون أنانية، أريد أن أكون أنا المتقدمة وأنا المتفردة وأنا المتميزة، لا نريد هذا المفهوم. أحسنت. فلكن التميز أنه بقاعدة فوز وفوز وليس بمفهوم أنا ومن بعد الطوفان. أحسنت. فهنا كما ذكرنا في أن ضوابط التميز أن المسلم إنسان بأخلاقه العالية، فهنا العمل الجماعي يبرز عند الإنسان المتميز أيضا. أحسنت. مرونة في التفكير، زيادة النشاط عنده، حساسة جدا للمشكلات، كلما وجدت مشكلة مباشرة تجد نفسها تفكر بحلول لها وتبادل هي بالحديث عن الحل. هذه أيضا من الدوافع علامة على تميز الشخصية، احترامها لذاتها، ثقتها بنفسها، اعتزازها بهويتها، هذه نقاط مهمة جدا. ما يؤدي بالتميز لبناتنا عندما تكون معتزة بهويتها، تثق بنفسها وتستطيع أن تعلن اعتزازها هذا، ثقتها بنفسها. أحسنتي. في كل سلوكياتها ينعكس على سلوكياتها، فتجدها تتميز ولا تجري وراء التقليد الأعمى الذي يعني كثير من فتياتنا للأسف تنسلخ معهم الهوية في هذا المجال. طيب أستاذ نسرين، ما أثر الأسرة وأثر خلينا نقول المعلمة، المدرسة، البيئة التعليمية، بيئة تحفيظ القرآن الكريم، بيئة النادي أيضا البناتي الذي ينبغي أن يكون له تأثير، ما أثر هذه البيئات التي تعتبر هي خارج دائرة الذات ولكن لها تأثير مباشر في صناعة الفتاة؟ والله هو البيئة بالتأكيد لها دور كبير جدا، وخاصة المدرسة في أعمار الفتيات الابتدائي المتوسط الثانوي. ويعني أنا أهيب بكل معلمة وأناشدهم أن يستثمروا طاقات الفتيات وخاصة العلامات التي ذكرناها في الدوافع الذاتية. أول ما تبدأ يعني تبرز عند الفتاة بعض هذه العلامات لابد أن تستثمرها المعلمة الذكية أو الأم الفطنة، أيضا تستثمر هذه في الفتيات. طيب معلش انا وقتي ضيق استاذ نسرين، انا وقتي ضيق جدا ودحيق استثمر هذا اللقاء في استكمال نقاطه. قضيه الصحبه، يعني انا اشوف الان مما تعانيه عدد من الاسر ان تكون فتاه رائعه جدا متميزه جدا، يمكن في دراستها تاخذ درجات كامله، شخصيتها قويه ما تذوب في شخصيه الاخرين، لكنها عندها صويحبات يؤثرن عليها، يضعن لها حدا لا تصل به، لا تستطيع أن تتجاوز لتصل للتميز. يعني عندها كل مقومات التميز ولكنها لا تصل إليه بسبب هؤلاء الصويحبات. بالنسبة للصاحبات هم أكيد لهم أثر على خاصة مرحلة الأعمار معينة في سن المراهقة، تتأثر الفتاة برفقتها أكثر من تأثرها بوالديها أو بأسرتها عموما، تأثرها بالمحيط الخارجي أكثر من محيط الأسرة. لكن أنا أقول التميز ليس هو فقط علامات عالية أو درجات مرتفعة ومتميزة في الدراسة، هي ممكن تؤدي هذه وتجيب، لكن ما تكون الفتاة متميزة بمفهوم التميز الذي ذكرناه. نعم. وبهذا نجد أن الفتاة بعض الفتيات علاماتهم مرتفعة جدا لكن متميزة في دراستها، ممتازة في دراستها لكنها خمولة، لا تميل إلى النشاط، لا تميل إلى العمل، إلى التميز أو حتى تحمل المسؤولية. هذه علامات التميز الحقيقي. وفي طيب. المقابل ممكن يكون بعض الفتيات متميزة بشخصيتها أنها تؤثر هي على رفقتها. أنا يعني خلينا نقول كده أعطي بعض الاستراتيجيات للتميز، فنعطي الحل مباشرة الآن، نقول إنه الدوافع الذاتية أهم بكثير من المؤثرات الخارجية، مع إنه ما
يعني نغفل أثر البيئة أو الصديقات أو الأسرة، كل هذه لا نغفلها، لكن أنا أقول إذا الفتاة فطنت لبعض الصفات عندها لابد أن تبادر. كيف تبادر؟ أنا سأعطي طريقة سريعة جدا. أي والله عشان الوقت السادة عشان الوقت ودنا تكون سريعة، تفضلي. سريعة، ثلاثية التميز أسميتها. أيوة. ثلاث خطوات. من أرادت أن تكون متميزة من بناتنا وفتياتنا يسمعوننا الآن، ثلاثية التميز للانطلاق إن شاء الله إلى التميز الأكبر إن شاء. دوني، حللي، غيري. ثلاث خطوات: دوني، حللي، غيري. دوني كل يوم في اليوم أعمالك اليومية كاملة. أنا جلست على الجوال، أنا فعلت كذا، تدون كل أعمالها، ثم تأخذ هذه الأعمال في آخر اليوم وتحللها. كل عمل كم أستغرق من وقتها؟ مثلا جلست على الجوال مدة ساعة أو ساعتين، هذا في التحليل. أقول هذا في التحليل. هذا في التحليل، نعم. تسجل كل عمل كم أخذ من الوقت، ثم العامل الآخر، هذا العمل ما أثره على شخصيتها سلبا أو إيجابا، ما أثره على نفسيتها. أحيانا إحنا نقوم بأعمال تسبب لنا كآبة، تسبب لنا إحباط، وبعض الأعمال تسبب لنا إيجابية أكثر وتنفعنا وتزيدا، فهي تحلل الأعمال هذه. تأتي للمرحلة الثالثة والأخيرة، غيري. بعد التحليل اللي عملته الأعمال اللي كان على أثرها سلبي عليها، تحاول إن هي إما أن تطورها أو تلغيها تماما من حياتها. الأعمال التي أخذت من وقتها طويلا تحاول إن هي تعدل وتغير، تضع خطة التطوير وتحسين والتميز. أحسنتي أستاذ نسرين رديني، استفدنا كثيرا، وكانت هذه المعلومات رغم قلة الوقت إلا أنها ثرية جدا، وكل فتاة يمكن أن تحدث تغييرا كبيرا جدا في حياتها لو أنها أخذت بهذه الخطوات. شكرا جزيلا أستاذ نسرين على هذه المداخلة. والآن ننتقل إلى كاتبة وصحفية وصاحبة مؤسسة أو مؤسسة مشروع في سلم الهدف، وسوف نجد في هذه النموذج أو في هذا النموذج تلك المرأة أو الفتاة التي استطاعت بالفعل أن تتميز وأن يكون لها دورها الفاعل في الحياة، وتغير سواء نفسها أو خارطة حياتها، ويصبح لها ذلك الهدف العظيم ليكون لها بعد ذلك دور كبير جدا تؤثر فيه، ليس على شخصها فقط وإنما أيضا على العالم من حولها. معنا أيضا هذا الاتصال من الأستاذة سهام العتيبي، الكاتبة والصحفية ومؤسسة مشروع في سلم الهدف. السلام عليكم أستاذة سهام. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ خالد. الله يحييكم. ويودنا أن نتعرف على أهم الإنجازات التي قام وقدمها مشروعكم، ويمكن أن تذكري أيضا تاريخ هذا المشروع، متى بدأ؟ بداية بسم الله والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الكرام. أشكر لكم استضافتي وأسأل الله أن ينفع بما نقدم. آمين يا رب. مشروع في سلم الهدف مشروع إعلامي يهدف لتحقيق أهمية خدمة الأمة الإسلامية ونفعها بما تملك اليمين. بدأ تأسيس مشروع في سلم الهدف قبل عامين تقريبا، في عام 1436 هجرية. ابتدأ بمجلة إلكترونية تعنى برصد كل ما يستفاد منه من الإعلام المحافظ. أهم الإنجازات التي قد ممكن أن تشاهد بفريق هي المجلة، مجلة في سلم الهدف، والتي ستصبح أما قريب بإذن الله مجلة ورقية. يعني الآن هي موجودة على النت؟ نعم موجودة. جميل. طيب، وسيتم توثيقها قريبا في وزارة الثقافة والإعلام. طيب، بما أنكم الآن تسعون أصلا وأساسا في هذا المشروع إلى خدمة الموهوبات والمتميزات، كيف تستطيع الموهوبة والمتميزة أن تصل إليكم للاستفادة من المشروع؟ في سلم الهدف مساحة إعلامية نسائية تستقطب الموهوبات وتفتح لهم المجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بالفريق. لكن أي وحدة تتصل أو تتواصل معكم تقبلونها، أو عندكم أيضا إجراءات يتم من خلالها تصفية الطالبات الخدمة لتأخذنا ما يتفق ويتسق مع نظامكم؟ يهدف المشروع للمرأة فقط،
فمتى ما كانت الفتاة موهوبة تسعى لتحقيق أهدافها فالفريق متاح إليها. طيب كيف تتأكدون أنها موهوبة؟ يعني سيرة ذاتية ترسل لكم ذاتية. سيرة ذاتية وترسل لكم إنتاجها مثلا؟ نعم. طيب ما صور الإبداع والتجديد في الأعمال التطوعية التي يقدمها فريقكم بحيث نستطيع أن نميز جهودكم عن باقي الأعمال والأنشطة التطوعية الأخرى التي تفترقون بها عن غيركم؟ أكثر ما يميز فريق سلم الهدف أنه يجمع الأعضاء تحت إطار إعلامي غير محتكر، ما يجعل الإبداع غير منقطع في أن يكون العضو ببيئة مهيئة للعمل تواكب مهاراته ولا تحتكر إمكانياته. جميل. هل تتبعون لجهة معينة؟ نسعى لأن تكون تحت مظلة وزارة الثقافة والإعلام. جميل. يعني أنتوا تطلبون ترخيص لذلك وهذا أفضل بكثير حتى يكون إن شاء الله لكم كيان، هذا الكيان يكون له أثر إن شاء الله. هل من كلمة أخيرة؟ نعم، يسعى فريق فكرة من الهدف في الوقت الحالي لإنشاء أكاديمية تدريب مختصة بتدريب الفتيات وتطوير مواهبهم وتعزيزها. ورسالة أخيرة أقدمها لكل امرأة، نؤمن أن كل امرأة بجعبتها الكثير والكثير لتقدم لنفسها ولمحيطها، والفريق يفتح أبوابه لكل صاحبة إبداع وهدف تسعى لتحقيقه شريطة ألا يتوقف طموحها عند هدف معين. فالمرأة تمثل نصف المجتمع ونجاحها بالأحرى هو نجاحا للمجتمع بأكمله. أحسنت. فمن حقوقها علينا أن نوفر لها البيئة المناسبة التي تناسب قدراتها. أحسنتي. ومن حقوقنا عليها أن تقدر ذاتها وتبني نجاحها. أحسنتي. شكرا جزيلا لك أستاذة على هذا العطاء، ونتمنى لكم ونرجو الله عز وجل أن يوفقكن لمزيد من التقدم والتميز كذلك. شكرا لك. ذكرنا احنا ان للتميز اسرار او 7 اسرار ساذكرها بشكل سريع. اولا، تعلمين ان او تعلمي ان تحبي عملك وان تتفوقي فيه. في اي وحده تمارس اي عمل لا تحبه فانها لن تستطيع ان تتفوق فيه. الامر الثاني هو ان تسعي لتكوني قائده وناجحه، ولذلك انت تحتاجين الى ان تقرأي في سير النابغين والناجحين والمخترعين والمبدعين وليس للتابعين، لأن الناجح والقائد هو الذي سيهبك وسيلهمك تجربته، أما الإنسان التابع ليس لديه شيء يلهم الآخرين. الأمر الثالث أو السر الثالث، كوني صادقة ومخلصة، وهذا الصدق ليس هو الصدق المعتاد الذي نعرفه، هو الصدق في تحمل هذه الأمانة والقدرة بإذن الله على أن تكوني في كل لحظة من لحظاتك سواء مع نفسك أو مع الآخرين صادقة في تقييم نفسك، تقييم المرحلة التي أنت فيها، وقادرة بإذن الله على مواصلة مسيرتك. الأمر الرابع والسر الرابع، استعملي العبقرية والإبداع الفطري في داخلك، مكمن و منجم لهذا الإبداع عليك أن تبحثي فيه جيدا وأن تتلمسيه وأن تخرجيه للواقع، فلا تستلهمي من الآخرين بقدر ما تستلهمي مما أودعه الله عز وجل في داخلك. الأمر الخامس أو السر الخامس، تعاملي مع كل من تقابلينه كما لو كان يساوي الملايين، فهناك فرص تاريخية وقد لا تتكرر مرة أخرى، فإذا وجدت هذه الفرصة فتشبثي بها. السر السادس، اعملي بأقصى قوتك وسوف تنجحين. خذ الكتابة بقوة، هذا هو شعار الإنسان المؤمن، ولا يأخذ الأمور بخجل أو بتوار عن المشهد، بل هو الذي يملأ المشهد بقوة. الأمر والسر الرابع والسابع والأخير، التزمي في حياتك بالتعلم ما دمت حية، الذي لا يتجدد سوف يأسن، حتى الماء وهو أصفى شيء وأنقى شيء في هذه الحياة فإنه يتلوث ويصبح آسنا غير صالح للشرب لو أنه لم يتجدد. نأخذ هذا الفاصل ونعود إن شاء الله. يا همسة في الروح يا بروح البنات، يا همسة في الروح يا بروح البنات. من أجل أيضا أن نستمع مباشرة لأحاسيس التميز كانت هذه الاتصالات، ومعنا
نادية من مكة. السلام عليكم نادية. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله تفضلي. أخواتي بوح، مساء السعادة التي تعانق القلوب. تميزي هو سر قوتي، تميزي هو سر حياتي، صنعته بنفسي، وهو التميز الذي أسطره في تاريخ عمري. هو تميز كان وما زال لي وحدي لأنفع به غيري، تميزا يجعل من حولي يتساءل كيف نجحت وكيف تميز وكيف وكيف، ولكنه يجهل أن التميز سره يكمن في الاختلاف عنه. أصنع لنفسي أهدافا وأتخطى كل ما يعيق دربي لأحلق بقوة في قمم التميز. أستمده من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأفضل عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أحسنتي أحسنتي. وأيضا هذه ابنتنا مريم من جازان. السلام عليكم. السلام عليكم سيدة مريم. معنا مريم على الهاتف. حتى نستمع إلى مريم، أنا أشير إلى أن هناك كلمة مهمة جدا ترددت في مداخلات أخواتنا اللاتي مرنا تقريبا كلهن، وهي قضية القوة. يعني أن تكوني قوية، المرأة إذا كانت قوية، الفتاة إذا كانت قوية صلبة، لا يستطيع أحد أن يخترق حياتها أبدا، ولا يوهن هذه الحياة ولا يضعف. تتخيلوا أن فتاة جامعية ووثق أهلها فيها، ومع ذلك بدل أن تتميز بأخلاقها وسموها ورقيها ومحافظتها على عفافها، في لحظة عاطفية من اللحظات يخترق هذا الكيان الرائع جدا شخص بمكالمة واحدة، فيستميلها إلى ما لا يحسن، فتذهب كل سمات التميز لأنها تصبح صفر في النهاية، صفر. وهذه للأسف شديد الخسارة الكبيرة، خسارة الدنيا والآخرة إذا لم تتوب ويتوب الله عز وجل عليها. معنا مريم من جازان. السلام عليكم مريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك تفضلي. التميز هو التوصل إلى معرفة أبرز نقاط القوة في شخصيتي والسعة نحو تعزيزها وتطويرها وتوظيفها بحيث تصبح أقوى وأكمل ما يمكن، والتعرف على نقاط الضعف والسعي نحو تحييدها فرص تأثيرها قدر ما يمكن. وللتميز مستويات عدة ويمكننا إجمالها في 3 نقاط: التميز على مستوى علاقتي بالله عز وجل، التميز على مستوى على مستوى علاقتي مع ذاته، التميز على مستوى علاقتي بالآخر. المستوى الأول يحقق لي رضا الله، والثاني يؤدي إلى تحقيق السعادة الداخلية والإطمئنان النفسي والتوافق الاجتماعي، والثالث يهدف إلى إسعاد الآخرين. ما شاء الله، مداخلة رائعة جدا ومتميزة أيضا يا أستاذة مريم وجديدة جدا، وأنا استفدت منها فعلا. التميز إذا كان هناك تميز بالعلاقة بالله فأدى إلى سعادة الآخرة بل والدنيا كذلك. التميز إذا كان على المستوى الذاتي أدى إلى التوافق الداخلي وتوافق النفسي كما يقول علماء النفس، وكذلك بالآخرين يؤدي للتوافق مع الآخرين، وبهذا يكون الإنسان سعيدا في دنياه وأخرى. وأنا حقيقة لا أسمي شيئا أو أحد يدعي أنه متميز إلا إذا تميز في كل شيء من حوله. يعني واحد متميز في علاقته بالآخرين وسيء العلاقة مع والديه، واحد ناجح في دراسته، واحدة ناجحة في دراستها ومخفقة في أداء صلاتها في أوقاتها، أي تميز هذا؟ إذن التميز الحقيقي أن يكون في جميع الاتجاهات. ومعنا خيرية من الرياض. السلام عليكم أستاذة خيرية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حياكم الله وحيا الله المشاهدين والمستمعين الكرام. بداية أشكركم على هذه المداخلة وأشكر قناة المجد على حرصها وتمييزها. أنا لخصت لكم موضوع تميز الفتاة وهو سر قوتها في عدة نقاط. النقطة الأولى وهي الثقة بالله ثم بنفسك. ثقي بالله ثم بنفسك وتجاهلي كل من يقول لك صعب، فالثقة بالله هي عقلية العظماء. ثانيا تكون الفتاة متميزة وقوية كذلك بعلمها ومبادئها، فالعلم هو القوة والسلاح. تجد الفتاة التي
صدق الفتاة المتعلمة تكون ما شاء الله يعني قوية، وصر نجاحها بالعفوية وبالعلم، وقد تكون كسبت احترام الجميع. ثالثا، ومن خلال التسجيل بالدورات، سواء كانت الدورات التعليم عن بعد أو كانت الحضور إليها مباشرة، ومشاركتها في المسابقات والأنشطة في المصليات وفي الجامعات، كل هذه تزيد من قوتها. أحسنتي. وثالثا، أن تكون إيجابية ومتفائلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعجبني الفائل، تفائلوا بالخير تجده. كلما أصبحت الفتاة في مجال التطوع تعمل وتكون قائدة وقوية، ولكن إذا مرت بمشاكل أنا أقول لها: لا تستعين أبدا، في المشاكل تكشف قدراتك وتكسبك مهارات جديدة وتعطيك خبرة أكبر ومجال أوسع للتفكير، وبالتأكيد تزيد من قوتك. أحسنتي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. وقد ذكرتني بقول الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يعني أنتن متميزات وأنتن قدوات، ولكن أحكام خاصة لأنكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. استثارة التميز في القرآن في فئات متعددة وليس في فئة واحدة أيضا فقط. الآن ننتقل إلى فقرة بوح تك وهذا الحساب المميز. يا همسة في الروح يا بوح البنات. الآن ننتقل لهذه الفقرة وهي بوح تك، ومع هذا الحساب المميز أكاديمية سنة الإبداع، ومع الأستاذة هاجر الحربي. السلام عليكم أستاذة هاجر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الأستاذ هاجر الحربي إحدى المؤسسات والمتطوعات بالفريق، ما هي أكاديمية سنة الإبداع؟ عرفينا بها، متى بدأت وما توجهها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بداية حياكم الله جميعا. نشأت فكرة أكاديمية سنة الإبداع عبر الإنترنت في عام 1434 في شهر محرم. كانت بداية الفكرة مشكلة المواصلات والمسافات البعيدة بالنسبة للفتيات الراغبات إما في التطوع أو في حضور دورات تدريبية بشكل شخصي، فنشأت فكرة الأكاديمية. فهي تقدم دورات تدريبية وفعاليات تطور الفتاة من الناحية المهارية والمعرفية عبر القاعة الصوتية في على الإنترنت، فيمكن فتحها سواء من جهاز الجوال أو الكمبيوتر، سواء كان أندرويد أو نظام الآيفون. هي تقدم للآن تقريبا ما لا يقل عن 200 دورة تدريبية وورش عمل ما شاء الله وغيرها. الآن على الشاشة عرض لبعض منتجات أكاديمية الإبداع، ما شاء الله، يعني أنت فاجأتيني، 200 دورة هذا رقم كبير جدا. ما الذي يقود لأكاديمية سنة الإبداع للاستمرارية في مواقع التواصل الاجتماعي؟ ما هو الدافع؟ العمل التطوعي بالدرجة الأولى هو اللي جذب أغلب الفتيات، خصوصا التنوع. يعني للآن تقريبا المتابعين حول 12,000 تقريبا، 12,000 متابع تقريبا، والمستفيدات أكثر من 3,500 تقريبا، حول 400. إيه هذا رقم إن شاء الله في البداية، وأنت تستهلون أكثر، لأن إذا كنت تقدمون كل هذا فألف متابع قليل أمام هذا العطاء. أكيد في إشكالية أيضا يمكن في تسويق الأكاديمية ومعرفة الناس بها. صحيح. طيب، شهادات الدورات التدريبية هل هي معتمدة وكيف الاستفادة منها؟ أكيد، بالتأكيد. بالنسبة للشهادات، تقدم شهادات التعاون مع جهات أخرى معتمدة في كل برنامج تدريبي يتم تنسيق مع جهة مختلفة. طبعا أكيد تستفيد منها الطالب بإثراء السيرة الذاتية لها، لأن الدورات الموجودة دورات معرفية ومهارية، فهي متنوعة أصلا، يعني شيء في الجرافيك والتصوير والإلقاء، حتى القرآن الكريم، أسلوب التغذية، علاقات اجتماعية، أشياء كثيرة. ما الصعوبات التي واجهتكم في حساب الأكاديمية؟ والله مثل ما ذكرت أنت في البداية، موضوع التسويق كان له دور. ما شفنا أي صعوبات تذكر تقريبا، غير أن موضوع الاعتمادات يمكن والشهادات وكذا، بحكم أننا على الإنترنت مش جهة على أرض الواقع في مقر وكذا. لماذا تتميز هذه الأكاديمية عن غيرها؟ ترون أن الفرق الذي أحدثتموه؟ لا، كثير، الميزات كثيرة جدا. أولا بالدرجة الأولى، أن المواد العلمية المقدمة تقدم بناء على الدراسة للاحتياج الموجود واستبانات فيها، تقييم بعد كل دورة للمدرب وللمحتوى
التدريبي. الأعمال جدا متنوعة، مو عبارة عن دورات تدريبية فقط، يعني فيه مثلا ديوانية سنة هي اجتماع بين الفتيات، المواضيع المتحدثة نتحدث فيها مثل غلاء المهور وأشياء ممكنها ما تفتح في باقي الأمور، غير في برامج تأهيلية حتى مقدمة للمتطوعات الأخريات، لمديرات الفرق التطوعية، كيف نأسس فريق تطوعي، يعني في برامج تأهيل، وهذا كله داخل بيئة نسائية بحتة. لو واحدة مثلا الآن استمعت إلينا في البرنامج وأرادت أن تتطوع بدورة تدريبية معكم، كيف يمكن التواصل معكم؟ في أمرين، إما متطوعة لفريق العمل، فريق العمل على فكرة هم عبارة عن فتيات متطوعات من جميع أنحاء المملكة وبعضهم من خارج أنحاء المملكة حتى، يعني لأنه أونلاين طبعا. أقول فريقكم أونلاين يعني كل على الهواء مو على تماما. بالضبط، بس إنه يحكمه، يعني يحكمه شخصيتها، إيش ذكائها الغالب، إيش ذكائها المتعددة، نوع الشخصية، بالتالي إيش هو المجال اللي تقدر هي تتطوع فيه بناء على نمطها هي، مش مجرد تطوع بس. أما إذا كانت تبغى تقدم هي دورة تدريبية، فأول شرط اللي لا يتنازل عنه أنه تكون متخصصة علمية في المجال اللي هي تدرب فيه، والمادة العلمية ترتقي لمستوى الفتيات الحاضرات، يعني فنطلع أولا على المادة العلمية وعلى السيرة الذاتية ثم تقدم الدورة. جميل جدا، وأنا أشوف أن الأكاديمية تستاهل أنكم تأخذوا لها ترخيص خاص، وأن يكون لكم كيانكم وليس عن طريق يعني شراكات مع آخرين، مع أن الشراكات فيها بركة كبيرة، لكن أيضا من حقكم أن يكون لكم كيانكم الخاص، وهناك فرصة ثمينة جدا للتقديم على جمعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد هذه التسهيلات التي في الفترة الأخيرة. شكرا أستاذة هاجر الحربي على هذه الإطلالة على أكاديمية الإبداع، وإن شاء الله بإذن الله يكون لنا لقاءات أخرى بإذن الله. شكرا جزيلا لك. أنا ذكرت في مقدمة هذه الحلقة أن هناك 10 خطوات سأذكرها الآن أيضا بسرعة للوصول إلى التميز. أول خطوة هي علاقتك بالله سبحانه وتعالى، وهذا ما يمكن أن يسمى الاتزان الروحاني. فالإنسان خلقه الله عز وجل من جسد ونفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى وجعل له عاطفة قلب وعقل، وهذه الكيانات الأربعة في داخل كيان واحد لابد أن تشبع جميعا من أجل أن يكون الإنسان فعلا قادرا على أن يكون متميزا. النقطة الثانية هي الأخلاق، وقد أشبعتها الأستاذة نسرين رديني بحثا وذكرا. الخطوة الثالثة الاعتقاد، فلا بد أن يكون عند الإنسان اعتقاد كامل في أنه قادر، أنا فتاة قادرة، أنا عندي استطاعة أن أكون متميزة، هذا الاعتقاد مهم للغاية. الخطوة الرابعة هي تحمل المسؤولية، الذي لا يتحمل المسؤولية لا يستطيع أن يكون متميزا. الخامسة التخطيط الاستراتيجي، ماذا أريد أن أكون بعد 5 سنوات، بعد 3 سنوات، وعندي خطة تنفيذية خلال هذه السنة مقسمة على شهور وعلى أيام، كل يوم ماذا زدت حتى أصل في النهاية إلى هذا التميز. الخطوة السابعة هي المهارة المتكاملة، وأنا دائما أقولها لأعز الناس إلي، لا يكفي أن تتفوق في دراستك، لابد أن تعمل وأن تعملي على أن يكون لديك مهارة، مهنة تتميزين بها. والخطوة الثامنة هي الانتماء، أنت تنتمين إلى أعظم دين وهو هذا الإسلام، أن تعتقدي هذا الدين. أيضا الخطوة التاسعة هي الإصرار، فلا بد أن يكون الإنسان أو الفتاة مصرة على الوصول إلى أهدافها وإلا سينقطع بها الطريق. الخطوة العاشرة والأخيرة هي الالتزام، والالتزام بالمناسبة ليس بالمفهوم اللي يسود الآن، يعني إنسان ملتزم معناها مستقيم، لا، أن ألتزم بخطتي الاستراتيجية، أن ألتزم بمشروعاتي، أن ألتزم بخطتي التنفيذية، أن ألتزم بهدفي الذي أريد أن أصل إليه. تلك 10 كاملة لمن أراد أن يصل إلى التميز. والآن معنا الأستاذة أروى الفياض قائلة مجموعة بنات الأحد. سلام عليكم أستاذة أروى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حدثينا عن فكرة البرنامج ومتى بدأ وأين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هدفي من عرض فكرة بنات الأحد على مئات بل ملايين المستمعين هي لنشر الفكرة البسيطة التي تركت أثرا كبيرا في نفسي ونفوس بنات الأحد وأهاليهم، وأرجو من الله أن تترك أثرا بالغا في نفوس المستمعين. البداية كانت بسيطة جدا، هي من بيت جدي الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي رحمه الله، كنا نجتمع اجتماع عائلي، فاقترحت إحداهن أن ننجز في وقت اللقاء شيئا ينفعنا لآخرتنا. جميل. فبدأنا وانطلقت الفكرة من ذلك اليوم، فكان الاجتماع أسبوعيا كل يوم أحد لنتدارس ونحفظ ونسمع القرآن في أي مكان، كل واحدة تحفظ ما تيسر لها، ابتداء من سورة الإخلاص
نعم. ثم إذا أذن المغرب صلينا جماعة ودعت البنات في حلقة لطيفة في الحديقة الخارجية في الجامع يا أستاذة الواقعية. أستاذة أروى في الجامع شمس. في الجامع مكان لا إحنا نستمع في البيت الاجتماع كان في بيت جدي الله يا رب يجزي عنا كل خير. ما الآلية اللي تسيرون عليها في تنفيذ البرنامج؟ الآلية كانت سهلة، هي أن كل واحدة تحفظ ما تيسر لها ابتداء من سورة الإخلاص، ثم إذا أذن المغرب طلعنا جماعة وجماعة البنات في حلقة لطيفة في الخارج لأحكي لهم قصصا واقعية تلامس شغاف قلوبهم. والحمد لله كان هذا الاجتماع بعد الله عونا لأربعين بنت ما شاء الله. في تحقيق حلم ختم كتاب الله كاملا. ما شاء الله ما شاء الله، هنيئا لك يا أروى، والله هذا شيء عظيم عجز عنه كثير من الرجال. كيف وجدت يعني أثر هذا على سلوك الفتيات؟ في البداية كان العدد فقط 8 بنات، مع التشجيع والتحميس والتحفيز والرحلات تناقلوا هذا الحماس فيما بينهم، الحمد لله وازداد العدد 40 واحدة. الحمد لله الإقبال كان رائع بعد الله، ثم تحميس البنات بأفكار وأشياء بسيطة. هل في يعني إضافة تحبين تضيفينها في نهاية اللقاء؟ يعني مثلا كيف حفزتوا البنات، كيف عشان تصيرون قدوة للأخريات؟ أيوة سادة أروى معي؟ سادة أروى؟ طيب ننتقل الآن إلى هذه الفقرة وهي ضعي بصمتك. يا همسة في الروح يا بوح البنات. وهو دائما ما نشير إلى أهميته الكبرى، أن كل فتاة يجب أن يكون لها بصمتها في هذه الحياة، فحياة الإنسان قصيرة، يعني كم حياة الإنسان؟ يعني 60-70-80 سنة، معظم الناس كما يقول أحد علمائنا يموتون وهم شباب وهم صغار، ترى مش الأكثر أن يموتون هم كبار. ولذلك كل إنسان ينبغي أن يكون له بصمة. معنا الأستاذة سارة آل منصور وهي محترفة لفن الديكوباج. السلام عليكم أستاذة سارة. سارة سارة هلا حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. في البدء يعني أتوقع أن أي مشاهد أو مشاهدة ما يعرف فن الديكوباج ودي يعرف شيئا عنه، تفضلي اشرحي لنا هذا. أولا أشكركم على الاستضافة. الله يحييك. بالنسبة لفن الديكوباج، فن جميل كل سنة يتطور. بالنسبة لكلمة ديكوباج هي عبارة عن قص ولف، قص أي ورق، سواء جرايد، هذا قديما، الآن تطور كثير، لكن قديما كان أول ظهوره كان في الصين وبعدين انتشر في أوروبا، وكان استخدم الأسر البسيطة اللي ما يقدرون يغيرون أثاثهم، فكان عبارة عن قص ولفطي، يقصون الجرايد المجلات ويثبتونها بمادة لاصقة على أثاثهم، تحفهم البالية اللي ما يقدرون يغيرونها بس حابين يجددونها. أيوة. ويثبتونها بمادة ورنيش. الآن ما شاء الله تبارك الله تطور هذا الفن، صار له مواد جميلة أكثر، أوراق خاصة، مواد خاصة دخلت فيه المعاجين والتكنيكات جديدة مثل الترانسفير والتشققات والتعتيق والترخيم، فما شاء الله تبارك الله الآن صار الكل يستخدم هذا الفن. طيب ما نصائحك أو الأغنياء، ما نصائحك الفتيات الراغبات في دخول هذا المجال الفني؟ كذا نصائح يعني محددة، 1-2-3؟ أيوة نصيحتي لهم أنها تكون أول شيء حابة هذا المجال. جميل. لازم تكون هي حابة هذا المجال. الشيء الثاني يفضل أنها تأخذ دورة في هذا المجال أساس، تتعلم من الأساسيات على الأقل. والثالثة؟ بعد كده هي راح تبحر. جميل. أيوة الخطوة الثالثة؟ تجرب. كانت حابة تجرب. الخطوة الثالثة مهم جدا، تجرب، يعني إذا حبت هذا المجال وتدربت عليه تجرب، تبدأ تجرب. تنتج. أي نعم لازم تجرب، لازم تجرب. جميل. تتعلم من تجاربها. أنت تقدمين دروس في الديكوباج؟ أقدم دروس في حسابي بالإنستغرام، خصصت يوم واحد في الأسبوع أقدم فيه درس أو تكنيك معين أو مادة، أشرح مادة عشان يكون حسابي شوي مفيد للمتابعين، يكون جميل. في جانب من الفائدة. ما يكون كيف يوصلون لسارة، كيف يوصلون الناس إلى حسابك؟ عن طريق الإنستغرام. أيوة سارة اسم. المنصور. سارة المنصور.
ايوه، والصور اللي تعرضونها مكتوب فيها الاسم اسمي بالانستغرام. أحسنتي، شكرا جزيلا سارة المنصور المحترفة لفن ديكوباج، وهي أيضا فرصة ثمينة لأي بنت تسمع هذا الأمر. هذا خلنا نقول تطبيق الكلام اللي قلناه قبل شوي في التميز، لازم يكون عندك شيء تتميزين بغير الدروس اللي تدرسينها ويدرسها معك ملايين بل بلايين البشر. هذا التميز هو أن يكون عندك مهارة تتفوقين فيها وتظهر فيها شخصيتك. كل شيء ترى ممكن تظهر فيه شخصية، يعني حتى هذا مو ديكورات وأشياء زي هذه، هذه تظهر فيها الشخصية. يعني الوحدة إذا كانت مستقيمة فهي حريصة جدا على أن يكون هذا الإنتاج وفق شرع الله عز وجل. إذا كانت غير مستقيمة ما عندها مشكلة أن تضع كلمات جنسية، مثل ما اليوم أرسلت إحدى المعلمات كلمة بطاقة مرسلتها إلى واحدة معطت طالبة ثانية وفيها تغزل دنيء بطالبة أخرى، أو طبعا المعلمة تريد يعني أن تعرف ما هي عشان توجه الفتاة، أو غير ذلك من هذه الصور. إذا نحن نستطيع أن نكون متميزات حتى في الفنون والمهارات. شكرا جزيلا أستاذة سارة على هذه المداخلة أيضا الجيدة. الآن مع هذه الاستشارة التي جاءت إلى البرنامج، تقول هذه الفتاة: أنا فتاة عشرينية، أمنيتي الكبرى أن أكون متميزة وجريئة ويحبني من حولي، وأن أكون إنسانة مهمة، ولكن للأسف لم أنجح بذلك حتى الآن، فقد قارب سني 30 ولم أجد حلا لخجلي. أشعر بأنني قاربت على اليأس من النجاح، فما الحل؟ كيف أكون مميزة؟ أظن يعني أن الحلقة من أولها إلى آخرها تجيب سؤالك، ولذلك أرجو أن تشاهدي إعادة الحلقة إذا كنت لم تشاهديها، وأتوقع أنك أسقطت سؤالك بعد أن سمعت كل تلك المداخلات. هنا أضع نقطة وأستودعكم الله، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي لم تعد تشكو صدى أحزانها، وثقت بما تغليه من إيمانها، وغدا الذي ترجوه في إمكانها، وغدا ترون مكانها في النابغات. يا همسة بالروح يا بروحا، هي في اتجاه النور ليس بها شتات، لم تلتفت إلا لأحلى الذكريات، ولسوف تبقى كالشموع النيرات. يا همسة في الروح يا بوح البنات، يا همسة في الروح يا بوح البنات، عيني تبوح بموكب من أمنيات ورؤات في يدي وهج الحياة، وهبتني حلو الهبات، ساحوك آمالي ذرا بيد وذات. يا همسة في الروح يا بوح البنات.